suite à l'Angers. Je vais aller là, merci. اسمي فخر الدين العلوي، نخدم سيرفور في سنتر فيل. وقت الكورونا قعدت 3 شهور في الدار، ما عناش خدم قطاع، نحنا ما كنت في كونتاكت ديريكت مع العباد. ومن الكورونا هذه والمرض هذايا يعدي وسكروا علينا كل شيء، قعدنا نستنيو، ما عندي من نصرف، ما عندي منيش نجيب، يصرفوا علي بالعكس باش ماش صرفتي هما يصرفوا علي. الوالدة واختي، واختي موظفة والوالدة تاخو في شيخوخة يصرفوا عليه. انا قبل الكورونا كنت نوفر برشا حاجات للدار، انا رجل الدار، نجيب نتحرك نمشي نعمل تقضية. امك تفرح بيك، اختك تفرح بيك، تود تعمل اي موضوع، فهمني. كي جت الكورونا طاح فالور، اما ديما تقعد عزيز وغالي عند داركم، فهمتني. اما كومام تحس بينك وبين نفسك كنت انت توفر ولا يعطوك ولا حاجه، ولا تستنى 5000 فوق الطابلو باش تمشي تاخذ دخان ولا تاخذ حاجه نقصتك ولا حاجه، تاثر فيك. اول ما ترجع تولي تخمم تعمل زوز فرانك، اما في الوقت هذا ما تنجمش تعمل زوز فرانك، خاصه في القطاع نتاعنا ما تنجمش تعمل فيها زوز فرانك. ثم عباد انا نعرفهم معرسين ما عندهمش حق كريم، ما عندوش حق كوش، ما عندوش الصغار، من الطف الليالي مش متزوج. ثم اللي قعد دار 4 شهور ما خلصش الكريم، ما خلصش الماء، ما خلصش الضوء. فما اللي راجعوا قاعد يخلصوا في الديون اللي عليهم في الكورونا هذه. فما معروفات باهين تفقدوا صناع 50 100 كل مره يتفقدوه، وفما ما عطوهم الجمله كيفي انا ما عطانيش. قعدت نسالوا في شهريه مارس، قعدت نقول نسالوا 10 ايام. خلاص قهواجي في العاده ما بين 18 وال 15 جورني. في الشهر تجي محزكم 400 420 380 انت والبلاصه وانت والعارف شي خلص. ما فيهوش لا تغطية اجتماعية لا شيء ناسيس لا كونترا لا مثلا، تخدم تحت الحيط. طلبت بحقك برا ونكلمك، لازم تخدم باش تاكل الخبز. دابو زمان 3 شهور ما خدمتش، ومن بعد كي وفدت الحجر الصحي هذا وبدوا يرجعوا بسياسة بسياسة في القطاع هذا، طايح الخدمة على الاخر. معناتها ما عادش فما مسوار كيما قبل، للكسوا اللي عرفوا ولا للصانع. العباد نقصت، حتى القهوه غليت، كانت مثلا نقولوا القهوه بدينار ولا بالفين وانت والبلاص، والموفمون قص، خاصه في شارع بورقيب. بل شارع بورقيب فما كانت نخدموا مع لي توريست، نخدموا مع العائلات، نخدموا مع لي زالجيريان، وخاصه تو الالجيري ما فاهمك تعرف تو فاهم زلت فيها الكورونا، ما حدنا معاهم مسكر، كنا نخدموا معاهم في الصيف خاصه يجيونا نصورهم ونصوروا زوز فرنك بروبوار 8 10000 12000 15 كنا نقسيمو. تو قهوه الراجل مثلا واحد يجيب شيخ وقهوه هي ب2000، هي غاليه عليه ب2000، باش يستناه باش يزيدك 100 ولا 200 ولا انا حماله الناس عطينا الماركي النهاري ماركي جورنيه باش نجم ناكل نعيش. مثلا انا تو مانيش متفاهم انا وعارف يستغلك مثلا نخدم سيرفور مثلا الصباح تمشي تخدم 6 تمشي مثلا المارشي تقضي، ما تقضيش تمشي تروح، هي مش خدمتي. لازم يجيبوا كينو ميستي، يجيبوا واحد يقضي له مثلا القاضي ولا حاجه، تقول له لا ما نقضيش، يقول لك بنروح. تولي اوبار اوبليغاسيون تكمل تخدم تتحمل لك النهار باش تاخذ نهارك باش نجم تعيش. ما كانش قبل الكورونا تو نقص الخدم، تلقاه مثلا الكراسه عنده مثلا 20 صانع يستنى يعني تعمل فوت معاه يقول لك بنروح. يستغل كريب هاي فطران هاي فطران لحظة برك بانيني دقيقتين صح عرفوه ماتك صح عرفوه ريت 80% من السرفرة في تونس بلغتنا احنا مع لغة القهواجي سرفرة هي مالي سرفور هاي بفرنسي 80% يخدموا فروحات جينا فروحات نخدموها خاصة في جويلية وقوت تو الكورونا ما ثماش فروحات هاك تشوفها اثرت على الشعب الكل حتى ولا كان باش يعرس مثلا في اوت ياجلوا سبتمبر ولا عام الجاي خاطر ما عادش ياخذ ليسانس مثلا عام ناول في الشهر هذا اول جويلي تخدم مثلا طورك خدمت 15 16 فرح تو زيرو فرح فماش عروسات هذه هي حكايتي مع الكورونا. أنجز هذا العمل بالتعاون مع برنامج دعم قطاع الإعلام في تونس الممول من الاتحاد الأوروبي. بحنا الصباح اللي فيه الفايدة ليكم أنتم.